ونصل الآن إلى فقرة ضيف النشرة، ونواصل فيها النقاش حول النموذج التنموي الجديد بالمغرب. ينضم إلينا البروفيسور محمد بن حمو، رئيس المركز المغربي لدراسات الاستراتيجية. مساء الخير بروفيسور بن حمو. مساء الخير عبد الله. دعني أسألك عن المسؤوليات الموقعات اليوم على عاتق مختلف الفاعلين بخصوص إحداث تغيير في المسار التنموي للبلاد من خلال هذه الرؤية الجوهرية فعلا التي حملتها مضامين هذا التقرير. فعلا هي رؤية استراتيجية، هي نقطة تحول مفصلية، وهي كذلك العديد من الاقتراحات التي تؤشر إلى أولا الانطلاقة الجديدة، وثانيا إلى حجم وأهمية الأهداف المتوخاة الوصول إليها في أفق ما يعتبر طموحات 2035. فأكيد بأن التقرير يعني أعطى ورقة طريق واضحة وحدد الأهداف والأولويات وحدد كذلك يعني السبل. بقي الآن أن تكون هناك يعني انخراط لجميع الفاعلين ولجميع الفئات ولجميع الأطراف، كي من جهة تتبنى هذا النموذج وتجعله يعني ورقة عملها، لأن ما يمكن أن نصل إليه والنموذج يعني من بين ما قدم كاقتراحات أن يكون هناك ميثاق وطني تلتف من أجل التنمية، تلتف حوله يعني جميع القوى السياسية والحزبية والمدنية وجميع الفاعلين الاقتصاديين وغيرهم. فبالتالي أكيد بأننا أمام يعني وثيقة بنيت ب منهجية يعني متميزة تشاركية، وثيقة عبر من خلالها العديد من المواطنين والفئات والفاعلين عن انتظاراتهم وعن تطلعاتهم، وكذلك أخذت بعين الاعتبار يعني الواقع الاقتصادي وواقع التنمية في المغرب، بعد أن شخصت النموذج التنموي الذي كان ساريا إلى غاية الآن. فأكيد بأنه بدون انخراط الجميع بشكل فعلي وجدي ومسؤول وقوي ودون تردد، وبدون كذلك يعني أن يجعل الجميع هذا النموذج كهدف مشترك، كهدف وطني، كهدف لبلوغ المغرب الذي يطمح إليه جلالة الملك والذي يريده للمغاربة، بلد رائد وبلد يعد بين يعني الدول الأكثر يعني ريادة في العالم. طموحنا هو أن يكون المغرب يعني من ضمن 30 بلد على الأقل يعني الوازنة أو الرائدة عالميا. فبالتالي هذا الأمر أكيد بأنه اليوم ينبغي أن يتجاوز الحساسيات السياسية، وينبغي أن يتجاوز الحسابات السياسية، ولا يمكن أن يعتبر برنامجا حكوميا، هو برنامج شعب وبرنامج أمة وبرنامج بلد. يعني بشكل موضوعي هناك ذكاء في هذا العمل، يعني هي وثيقة وضعت بصيغة تشاركية وخارطة الطريق واضحة كما كنت تتحدث أستاذي الكريم، وجيد جدا أنك تحدثت عن الميثاق، يعني التقرير يدعو إلى ميثاق وطني من أجل التنمية، شرك الجميع، ما معنى ذلك؟ أكيد بأن اللجنة يعني اشتغلت بذكاء جماعي، اشتغلت بمنهجية يعني متطورة، واشتغلت كذلك بمقاربة تشاركية، لأن يعني تفاعل مع اللجنة كان بشكل كبير، فالأرقام يعني هي تتحدث عن نفسها، أزيد من 9500 شخص
بصفة مباشرة، يعني تفاعلوا مع اللجنة 1600 خلال جلسات الاستماع، 6600 مساهمة مكتوبة إلى غير ذلك، مع تقييم ودراسة وتحليل للنموذج الحالي، وكذلك يعني رصد مختلف العوائق والاختلالات. ومن هنا يعني كانت المحاور الاستراتيجية الرئيسية للتحول، وكانت كذلك يعني الأولويات والأوراش التي ينبغي الاشتغال عليها. فبقي أن ينخرط يعني الجميع في هذا العمل، وبقي من خلال يعني هذا العمل الذي أنجز. فعلا اسمح لي على المقاطعة يعني حتى أكون متناغما معك، يعني جرى التركيز كثيرا على أهمية عنصر الثقة في الإدارة والمؤسسات والأحزاب، تكمل من أين البداية الآن؟ أعتقد بأنه الهدف هو أن نقوي منسوب الثقة بين المواطن وجميع يعني الهيئات. الهدف كذلك هو أن ننزل وأن يتم تنزيل مختلف يعني الأوراش التي تم يعني انطلاقتها، والتي يعني رصد بطء كبير في تنزيلها، مما يعني أضعف الثقة لدى المواطن. فبالتالي أكيد بأن يعني الدخول والانخراط في هذا يعني الميثاق الوطني هو التزام أخلاقي، وهو التزام مواطن، وهو التزام وطني، وهو كذلك يعني مسؤولية يتحملها كل طرف أمام يعني الوطن وأمام يعني المؤسسات التي هي في مرحلة اليوم تبني وستبني من خلال يعني هذا النموذج سياسات عمومية هدفها هو المواطن المغربي، وبالتالي سياسات مندمجة وسياسات إدماجية لجميع المواطنين والمواطنات. نعم. للاستفادة من الكفاءات الكثيرة المغربية، وكذلك بالتركيز على العديد من القطاعات الأساسية. واصل من هذه النقطة أيضا، حدثنا عن أهمية تثمين الرأسمال البشري ودوره في تحقيق أهداف هذا النموذج. أكيد بأن يعني من الإمكانيات التي تعتبر يعني مرتكزا بالنسبة للجنة كان بطبيعة الحال الموقع الجيوستراتيجي للمغرب، والعمق التاريخي للمغرب، والرأسمال المادي، ولكن كانت معه كذلك يعني إشارة إلى الرأسمال البشري، إلى هذه الطاقات من رجال ونساء المغرب. و يمكن اعتبار بأن يعني الرأسمال البشري هو أكبر ثروة طبيعية في المغرب، وهو أكبر مرتكز يعني في المغرب. لذلك من خلال يعني أولا تجاوز العديد من المعيقات المرتبطة بالتعليم وبالتكوين وبالشغل، وكذلك من خلال يعني فسح المجال للمواطنين لتفجير قدرات وطاقاتهم وتمكينهم بكل استقلالية من الأخذ باهتمام أمور وتحقيق الطموحات، كذلك يعني إصلاحات جوهرية سواء المرتبطة بالتعليم بالصحة بالتكوين المهني، أو كذلك يعني بإدارة فعالة وبإدماج كافة الطاقات، كلها يعني فرص إن وظفت في المجالات الترابية، لأن المجال الترابي إلى غاية الآن كان يستعمل فقط كوعاء لتنزيل السياسات العمومية الآتية من المركز، والآن ينبغي أن يكون جزء من هذا المشروع وجزء من هذه يعني ورقة طريق هذه لبناء مستقبل المغرب ولبناء مغرب الغد. بروفيسور بن حمو، شكرا لك على هذه المشاركة معنا هذا المساء.